شاب سعودي بسيارة فود تراك استطاع انه يصنع علامة تجارية عندها اكثر من 100 فرع ومنتشرة في 3 دول. قال لي يا ولدي ما ينفع انك تترك تعليمك وجامعتك، اول شيء انت توك صغير وما راح يفودك شيء. مايد الصبر مؤسس فيلوتشي حيروي لنا التفاصيل. قال يا ابن الحلال انت ما عرفت تنجح مشاريعك عشان تنجح شغلنا. قال له 2,000,000 على فود تراك، انت شاريه ب70,000 مدري ايش. قلت والله يا اخي انا قيم البراند، الحين صرنا براند. حوار مفيد اليوم 4 بتوقيت السعودية على MBC 1 وشاهد. رمضان يجمعنا.